صديق المهام ذو المقام الكبير، فرسنا الهمام السياسي الخطير، سلام باحترام يا جناب السفير. جناب السفير، إعداد وتقديم أحمد الشاذلي. السيدات والسادة، مرحبا بكم. أرحب بضيفي وضيفكم اليوم السفير محمد حمزة الحسيني، رئيس اللجنة الاقتصادية بالجمعية المصرية للأمم المتحدة. مرحب بك سعادة السفير. أهلا وسهلا بحياتك والسادة. أخيرا التقينا يعني. أخيرا أشكرك على الحضور طبعا وتشريفك طبعاً لبرنامج جناب السفير. أنا أتشرف بوجودي في الإذاعة المصرية، المنبر الأساسي للثقافة والعلم والتنمية في مصر. أنا برحب بك، ونأمل أن المنبر ده يظل صامد إن شاء الله. بإذن الله بإذن الله. اسمحوا لي السيدات والسادة أننا نجري هذا الحوار اليوم عن الاقتصاد، لأنه حديث الساعة، ويهم رجل الشارع أن يعرف ويكون شريك فيما يتخذ من قرارات قد تكون صعبة عليه، لكن في النهاية هو في صالح مصر. أسئلة كثيرة بنريد الإجابة عليها في هذا الحوار. سعادة السفير، كعادة البرنامج إن احنا بنتعرف على ضيفنا العزيز السفير محمد حمزة الحسيني، الأسرة والنشأة والتربية والتعليم، وكيف حصلت على لقب سفير من الأمم المتحدة، وكيف وصلت لهذا المنصب؟ طبعا أنا ببدأ إن أنا بشكر حياتك على الاستضافة. أنا من مواليد مدينة المنصورة الجميلة، ووالدي هو الدكتور حمزة الحسيني، هو دكتور جراح. والدتي رحمة الله عليها هي كانت في الشركة المصرية للاتصالات، كانت رئيسة قسم المعلومات والتكنولوجيا. وأنا بدأت حياتي العلمية من التخرج من جامعة المنصورة، كنت في كلية التجارة قسم الإدارة العامة، وبعديها التحقت ببعض المؤسسات المهنية في مصر. يعني أنا كان عندي من وأنا صغير كان عندي حلم أن أنا أكون موجود في المكان اللي أنا فيه، بحيث أن أنا أخدم بلدي، وفي نفس الوقت أن أنا أسيب إرث لأولادي يفتخروا بي. تواجدت في بعض المؤسسات الموجودة في مصر، مؤسسات المالية وبعض الشركات المالتي ناشونال. التحقت العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة في إمارة أبو ظبي. بدأت أن أنا أجهز لرسالة الماجستير بتاعتي، وكانت هي في إدارة الأعمال. وهنا في التوقيت ده أنا كنت دايما عندي شغف بالبيانات الاقتصادية أو المعلومات التجارية، إن أنا كنت دايما بشوف إن أي دولة في العالم لو عايزة تحقق أي نمو وتحقق أي نوع من الخطط الناجحة في استقطاب الاستثمارات المباشرة، لازم يبقى عندهم نظام بياني موحد. هنا بدأ الموضوع معايا، ان انا لقيت ان دولة الامارات، دولة الكويت، المملكة العربية السعودية، جمهورية مصر العربية، يعني ما فيش بيانات موحدة. حياتك لما تيجي النهاردة على سبيل في تباين في البيانات، انت لما تيجي النهاردة تقول مثلا انت راجل مستثمر داخل من بره البلد وجاي تستثمر في قطاع البتروكيماويات، فعايز تعرف حجم الشركات اللي موجود في القطاع ده ببيانهم بأعدادهم، عشان لو هتجهز الدراسات السوقية بتاعتك او الدراسات الانتاجية والمنافسة الاحتكارية يبقى انت عارف مين موجود في السوق. مشكلة ان انت في كل بلدان العالم مفيش حد بيقدم لك معلومة موحدة. بتلاقي السجلات التجارية من الثمانينات او من السبعينات، والناس دي اوريدي غيرت عناوينها وغيرت اماكنها، والمعلومة مش موجودة. فاللي بيحصل ان انت كافة الدراسات السوقية والدراسات المبدئية لدراسات الجدوى اللي بيتبعها تنفيذ الاعمال بتبقى كلها غير سليمة. المشكلة دي انا اللي اكتشفتها، واسست اول نظام بياني اقتصادي اعتمدت عليه المنطقة الحرة لجبل علي في دولة الامارات، واعتمدت عليه المنطقة الحرة في الشرق، ثم نقلت ده لاكتر من دولة خليجية، ان احنا اسسنا نظام اقتصادي نتابع فيه المؤشرات الدولية، ونتابع فيه التصنيف الائتماني للدولة، ونتابع فيه المستثمرين اللي مستهدفين بعض القطاعات في الدولة، ونبدأ نبعت لهم تقارير
ايه هي الخدمات اللي بتقدمها الدولة في هذا القطاع، ومين هي الشركات الموجودة، ومين الشركات اللي بتعمل تعاون مع شركات اخرى خارج جميل. وبعد كده بدأت في الدكتوراه بتاعتي وهي في المعايير المستدامة للتنمية الاقتصادية، وخدت فيها الموديول او النموذج المصري، وكان فيه طبعا مقارنات متفاوتة مع بعض النماذج الدولية الاخرى اللي تساهم في عملية التنمية المستدامة في مصر. ده سن كم سنة؟ ده كان سن 34 ما شاء الله. وبس طبعا انا كان في حد عندي من الناس اللي انا دايما حاططهم من الامثله العليا، مارك اوزبرج اللي هو مؤسس الفيسبوك. ان هذا الشاب في سن 19 سنه بقى الشاب الاول المتحكم في تواصل وترابط العالم كله. احنا عايزينه ده في مصر، وده اللي احنا عايزينه، بننادي بيه والرئيس بينادي بيه والناس كلها بتنادي فعلا بيه. عشان كان رئيس عمل عام الشباب السنه اللي فاتت. فبعد كده طبعا قدمت في برنامج السفراء المفوضين المعتمدين للاتحاد العام، طلبوا مني ان انا ابدا اخد دبلومه وماجستير في القانون الدولي وفي البروتوكول الدبلوماسي، والحمد لله اكتستها بتقدير جيد جدا. جميل. وبعد كده تم اعتمادي وخدت الكود الدولي وبقيت مفوض، بقيت سفير الحمد لله في الشرق الاوسط. المشاكل والمعوقات اللي واجهتك في حياتك ايه العمليه كشاب بقى كشاب. يعني انت كده الحمد لله الحمد لله. انا المشاكل والمعوقات اللي قابلتني طبعا، اول لما انا طول ما انا كنت موجود في مصر كانت طبعا حلم ان انت عايز تبني مستقبلك، واللي هو الاحلام لاي شاب، الاحلام البسيطه. وبعدت خالص عن الطب وبعدت عن مجال الاتصالات والمعلومات. انا اسرتي كلها اطباء، ما استسهلتش الموضوع، خلي بالك كمان يعني. لا انا اسرتي كلها اطباء، يعني انا والدي طبيب واخويا طبيب واختي طبيبه. الاطباء عندنا في العيله يمثلوا 80%. رحت المجال الاقتصادي؟ انا رحت المجال لان انا طول عمري عندي شغف بالاستثمار والاقتصاد. لكن مثلك الاعلى ايه؟ مثلي الاعلى طبعا والدي. والدك؟ طبعا. لان والدي الخلفيه هنا او البيت عندنا، والدي طبعا من الاطباء الشاطرين جدا في مجالهم في مجال الجراحه، وهو رجل دين قبل ما يكون رجل علم. بس ما تتدخلش في رسم خليط حياتك. هو كان يقول لي، هو كان طبعا يامل ان انا اكون دكتور طبيب. فانا قلت له بعد كده الحمد لله انا خدت البي اتش دي، فبقينا يعني التايتل موجود يعني. هو كنا بنشوفه دايما انسان ملتزم وانسان منضبط وانسان له سمعه كويسه جدا، وانشا فينا الاصول المصريه الجميله والمبادئ اللي ما ينفعش تتجزأ. كل الاواصر الموجوده في الاسره البسيطه المصريه دي كانت موجوده وما زالت في المنصوره. لا هم متواجدين في القاهره، ويعني بيبقى في ود يعني طبعا بينك وبين العائله يعني طبعا ولا. طبعا. لكن المشاكل بقى اللي واجهتك في حياتك العمليه، المشاكل في حياتي العمليه سريعا عشان في اسئله كتيره أكيد جدا يعني أكيد. انت هتتعب معايا النهارده. لا انا مع حضرتك طبعا. انا في الامارات لما تواجدت عملت اول تقرير للبيانات الاقتصاديه. التقرير ده كان بيثبت ان عدد حجم المصانع والشركات اللي موجوده في دوله الامارات اللي هي اللي بتطلع في التقارير الرسميه وبتقدم للحكومه هناك هي تقرير غير مظبوط، والتقرير اللي انا طلعته هو التقرير المظبوط. فده حصل عليه هجوم في دوله الامارات. وبعديها طبعا هم كلهم اخوة اشقاء، وانا بحب الامارات وبحب اهل الامارات جدا، ولكن دي كانت عقبة انها انا تعرضت فيها لخسائر وتجريحات قاسية جدا، وخلتني ان انا يعني انا كنت في نيتي مساعدة بدون وجود اي مربح مادي او تجاري او اي شيء، لان انا بقدم تقارير من وضعها انها بتساهم في سياسات بناء على دراسة معينة. الله ينور حياتك. بعد كده طبعا ده كان من المعوق اللي خلاني بيئة انت اسست فيها منظومة كاملة لمدة 7 سنوات ان انت تتركها. الدول التانية كان في ترحيب دايما، يعني انا سافرت اكتر من 14 او 15 دولة ليا فيهم تواجد اقتصادي اداري استثماري. ولما جيت مصر هنا من الحاجات المعوقات اللي كانت قابلت لي هي البيروقراطية في اداء العمل وسياسة التخوين الدائم وعدم الثقة في الكوادر الشابة. معوقات جات لي عدم وجود آلية للتواصل، يعني خلينا نقول المسؤولين في بعض الجهات يفتقروا لكيفية التواصل، ان هو يستفيد منك ويستفيد من خبرتك ويستفيد من انت ممكن تضيفه للوزارة او للجهة دي، ولكن هو عنده سياسات هو شايف ان هي دي السياسات اللي لازم يمشي بيها، فما فيش مشاركة في مصر. ودي كانت حاجة من المعوقات اللي كانت كان في تضارب بيني وبين بعض الجهات
وبالعكس حصل بيني مشاكل قانونية وبيني وبين بعض الجهات، لأن أنا إنسان يعني غيور جدا 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 ومتعصب جدا 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 لبلدي. والبلاد اللي أنا شفتها أنا شايف أن مصر قادرة أنها تبقى أحسن أحسن من بلاد كتير هي في وضع أو في مكانة كبيرة عن مصر. ولكن طبعا افتقار الإدارة ده اللي بيخليك أن أنت من بوزيشن أو من وضع معين أنت كدولة موجودة فيه أنت في مكان تاني خالص. هنتكلم في الأمور دي كلها، ولكن هل الحظ لعب دور في حياة سفير محمد حسين؟ نهائي نهائي خالص. اللي لعب دور في حياتي هو طبعا أن أنا بشتغل 19 ساعة في اليوم من سنة 2002. أنت هتقول لي أنا لمست كده انا بعتذر يا لا 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 مفيش مشكله. فانا بشتغل 19 ساعه، حتى كل المقربين مني سواء من فريق العمل الخاص بيا سواء من العائله دائما يقولوا لي ارتاح. اقول لهم الانسان بيركض في حياته لمده 25 سنه وبعد كده بيرتاح. فالحظ عمره ما كان موجود، ولكن التوفيق من ربنا سبحانه وتعالى هو ده اللي كان موجود. بس الواحد بيفتخر بان في كوادر شبابيه بنفس هذا الحماس وبنفس هذا القدره على العمل والعطاء. طيب لو تحدثنا بشان الاقتصاد المصري بقى وبرنامج الاصلاح الاقتصادي المتبع حاليا، اكيد انت طبعا متابع جيد للمؤشرات الاقتصاديه الحاليه وراي المؤسسات الدوليه عن الاقتصاد المصري، بتقول ايه؟ خلينا ناخد الموضوع من بداية الإصلاح الاقتصادي. إن الإصلاح الاقتصادي هو كمصطلح أنه معروف أنها سياسات والإجراءات اللي بتاخدها الدولة لتغيير الرؤية الاقتصادية ليها، وإن هي تغير مستوى المعيشي لمواطنين الدولة. طبعا احنا في مصر كنا مرينا تاريخيا، يعني في سنة 78 كان الرئيس الراحل محمد أنور السادات كان بدأ في خطة الإصلاح الاقتصادي، لأن مصر كانت طالعة من حرب 73. لأن الناس كتير يقول لك مصر أيام الملكية كانت حاجة وأيام الجمهورية حاجة، لا، هي مصر مصر، ولكن الظروف المواتية بالدولة هي اللي بتستنفذها أو هي اللي بتنتج ليها. فاحنا عدينا بثلاث حروب مستمره، جه الرئيس محمد انور السادات حاول في التوقيت ده او الحقبه الزمنيه دي انه يعمل اصلاح اقتصادي ويغير خلينا نقول التوجه السياسه الماليه العامه لمصر. وهنا بدا فيها، ولكن طبعا حصلت بعض رد الفعل اللي ما كانش متوقع فتوقف. وبعد كده في اواخر الثمانينات وفي اوائل التسعينات الرئيس السابق محمد حسني مبارك برضو حب ياخد بعض الاصلاح الاقتصادية، ولكن بدأها وما كملهاش. وهنا لو انت حياتك تشوف هتلاقي ان مصر فعلا متأخرة بقالها 40 سنة تحديدا عن اجراء برنامج شامل للاصلاح الاقتصادي. وكالات التصنيف العالمية كانت بتنظر لمصر، يعني زي وكالة موديز، زي فيتش، زي أغلب المؤسسات المالية اللي موجودة في دول مجلس التعاون الخليجي وبعض المؤسسات المعتمدة في الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي. كانت نظرة المؤسسات دي لمصر في تسعينات القرن إن هي مصر دولة مش منفتحة اقتصاديا، ما عندهاش رؤية استثمارية واضحة، ولكن هي دولة مستقرة سياسيا. لأن مصر كانت بتعيش في التوقيت ده بصورة أكبر على برضو المساعدات الخارجية، وما كانش مصر ليها الدور اللي كان المفروض تبقى فيه. لما حصلت ثورة 25 يناير 2011، العالم كله بدأت أنظاره تتوجه لمصر. الأنظار دي بقى أنظار سياسية وأنظار اقتصادية وأنظار تصنيفية في حاجات كتير جدا. بعد ما الثورة خلصت وبدأ عملية المجلس الانتقالي، كانت وكالات التصنيف بتنظر لمصر أن مصر سي، يعني المؤشر بتاعها سي، لأن هو ليها ثلاث مستويات. فكنا احنا المستوى يعتبر السالب، اللي هو هي دولة غير مستقرة سياسيا وأمنيا واقتصاديا واجتماعيا، يعني ما ينفعش أن أي مستثمر يفكر يبص لها، ولا حتى أنت تقدر تتداول في أي أمر يخص الدولة دي. طبعا كان عشان تعمل الريفورم او الاصلاح ده وان انت تعيد مصر للبوصلة العالمية، ده مجهود يعني الطبيعي ان هو بياخد عقد، يعني بياخد 10 سنوات عشان انت تبدأ تعيد مصر انها ترجع للمستوى اللي كانت عليه قبل ثورة يناير. من 2011 لغاية 2014 التصنيف بتاعك ما تغيرش، بل بالعكس كان تصنيف ممكن يحصل فيه ابجريد او ان هو يعني يطلع مرتبة او مرتبتين وبعد كده ينزل تاني ان انت غير مستقر. ليه؟ لان حصلت بعديها ثورة تانية في 2013، وكان في التوقيت ده في حكم اخوان لما كانوا متواجدين على سدة الحكم في مصر، للأسف يعني نحمد الله العصر ده ما كملناش فيه، لان ده كان هيودينا لبعد سي
وبعدين انا هقول لحضرتك حاجه، هنا كان هيودينا مع كامل التحفظ عليهم او على سياساتهم او على توجهاتهم، انا هتكلم فيها من الرؤيه الاقتصاديه، ان هم رؤيتهم رؤيه اقتصاديه شموليه داخليه، يعني هم ما عندهمش رؤيه الانفتاحيه في الراسماليه، هم رؤيتهم مختلفه تماما عننا، وده اللي كان هيودي مصر ان مصر هتعيش ان عندك 3 4 دول بيبعتوا لك معونات وليس مساعدات وقروض يعني أجلة. نقدر نقول هيمشوا عكس العالم، عكس العالم. لما حصل عندك التغيير ورجعت لرؤيه ان لا مصر بقى فيها اداره قويه وبقى في اداره انتقاليه، وحصلت الانتخابات الرئاسيه بعد 30 يونيو، بعد 30 يونيو، وبعد كده اقرت الدستور، وبعد كده الانتخابات البرلمانيه، كل خطوات خارطه الطريق اللي تمت، لفت نظر العالم هنا كله، هنا خلاص. كل العالم ومؤسساته ووكالاته بداوا يبصوا لمصر ان مصر فيها اعاده اتزان سياسي. نقدر نقول نقطه ومن اول السطر، نقطه من اول السطر. الله ينور عليك. وهنا وكالات التصنيف بقى بدات تشوف الاداره الجديدة دي هتعمل ايه، يعني اوكي زي ما بيحصل مثلا عندك في الولايات المتحدة لو الادارة ديمقراطية او جمهورية بيبدأوا يشوفوا انت برنامجك، طب بدأت تعمل ايه في اول 100 يوم 200 يوم، هنا بتبدأ المشاركات تحصل من المجتمع الدولي. طيب خلينا اقول المؤشرات بتقول ايه الحاليه دلوقتي. لا المؤشرات الحاليه كلها مؤشرات ايجابيه، احنا انتقلنا كتير، احنا دلوقتي ده احنا في بي اعتقد احنا في بي بلس، يعني احنا احنا قدامنا بالظبط سنتين او ثلاثه وممكن ان احنا توريتش اي كمان، يعني يبقى الجريد بتاعنا اعلى، لان انت عملت ايكونوميك ريفورمر، عملت برنامج كامل اصلاحي ومعتمد من اماكن دوليه، يعني احنا في الاتجاه الصحيح، احنا في الاتجاه الصحيح اقتصاديا. اقتصاديا اللي بيقلقك ايه بشان البرنامج ده؟ انا هقول لحضرتك حاجه، انا البرنامج ده طبعا الجهه الراعيه للبرنامج ده او المراقب الاساسي للبرنامج ده هو صندوق النقد الدولي في هذا الوقت، لكن انت قبل صندوق النقد الدولي انت كنت اتخذت برنامج الاصلاح الحكومي، ان انت كدوله اللي بيراقبه الرئيس الشخصي السيد الرئيس ومعاه طبعا رئيس الحكومه لان هو اللي بيحاسب على ده. طب انت عملت ده ازاي؟ وهذكر حياتك ان احنا في 2013 عملنا حاجه جميله قوي، ودي انا بستشهد بيها في كل مكان، كل مؤتمر، كل اجتماع، كل منتدى، هي اقول مصر رجعت للبوصله الاستثماريه والاقتصاديه العالم بحاجه واحده، بالمؤتمر الاقتصادي لشرم الشيخ مصر المستقبل. المؤتمر ده اول مؤتمر شاركت فيه طبعا، طبعا اول مؤتمر من حفر قناه السويس الاولى، كانت مصر تبقى على محط انظار العالم كلها، لان مصر روجت لنفسها صح وتعاملت مع المؤتمر ده بالاستعانة بالمكاتب العلاقات العامة الدولية ومكاتب التسويق. هنتكلم في الموضوع ده، هنخش عليه بعدين، هنخش في الموضوع ده. الحكومة لو لم تتخذ خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي في الوقت ده الوضع كان هيكون ازاي؟ لا الحكومة لو ما كانتش اتخذت، طبعا احنا ما دخ... احنا حتة صندوق النقد الدولي دي هنسيبها الوقت، لكن احنا بنتكلم في برنامج الاصلاح الحكومي اللي كانوا واخدينه من 2014، لو ما كانتش خدته لا مصر كانت بالظبط ممكن تصنفها زي، هتبقى بالظبط بالظبط وهي كانت متجهة لده، وكانت في دول بتدعم ان مصر تتجه لده، للي حاصل في ليبيا واللي حاصل في بعض الدول الافريقية، ان انت خلاص بقيت دولة مستهلكة، يعني انت كنت وصلت حجم الاستهلاك عندك ل 86.4% الاستيراد، وانتاج عندك كان لا يتعدى 9 أو 9.5%، فانت كنت توجه الدولة كامل ان انت دولة مستهلكة لا تنتج، عايش على معونات بقى بتجيلك وملكش اتخاذ قرار، وكان هتبدأ تحصل عندك فروقات اجتماعية احنا لغاية هذه اللحظة احنا محافظين عليها، لكن مصر كانت هتدخل في عصر مظلم لو ما كانش حصل اصلاح اقتصادي، لان انت طالع من ثورة. في فرق، خطوات الاصلاح الاقتصادي اتخذت من 2014، من 2014 مظبوط مش كده، وبعد كده جت مرحله ثانيه وهو التعاون مع صندوق النقد الدولي صح كده مظبوط. طيب هل كان في بدائل للحكومه؟ كان في بدائل للحكومه. ايه هي؟ هقول لك حاجه، انت كبرنامج اصلاح اقتصادي البرنامج عموما انت بتعمل فيه ايه؟ انت بتعزز فيه 4 محاور. المحور الاول هو مستوى المعيشه للمواطن، يعني انت بيبقى عندك على سبيل المثال المواطن ده لازم انت توفر له كهرباء كويسه، لازم توفر له ميه كويسه، صرف كويس، طرق كويسه، الحد الادنى من الماكل والملبس والمشرب. انا ما بقولش الحد الاعلى، انا بتكلم في الحد الادنى. فانت كنت عشان تنفذ ده في موارد دوله، هي موارد مصر طبعا كبيره، ولكن اداره موارد الدوله كانت سلبيه تماما، وكان عندك الاحتياطي النقدي بتاعك كانش واصل اصلا ل 20 مليار دولار، زائد ان انت
كل المستثمرين اللي كانوا موجودين في مصر في التوقيت ده كانت توقفت العملية الاستثمارية ليهم، سواء في طرق، في كباري، في غيره غيره غيره. الكهرباء عندك بدأت تتقطع في مصر، بدأت تحصل عندك مشاكل اجتماعية للحياة اليومية. فانت كحكومة خدت برنامج الإصلاح، بدأت تعمل ايه؟ ايه اللي انت محتاجه الأول؟ اعمل ايه الأول قبل ايه؟ فبدأت تعمل ده فعلا، وبدأت تنجح فيه ان انت طرحت في مؤتمر الاقتصادي بتاع شرم الشيخ المشروعات القومية. ومن المشروعات اللي انت عملتها اعادة بناء البنية التحتية لمصر، وحياتك احنا عندنا اكتر من كام الف عملاق في الطرق والكباري والانفاق وغيرها. بعد كده بدأت تعمل شراكات دولية مع شركات اوروبية وشركات اسيوية في اعادة صيانة محطات الكهرباء اللي موجودة عندك في مصر وانشاء محطات جديدة. بدأت تعمل كلها مشاريع تنموية للمواطن. فده الاصلاح. تمام. انت كنت ماشي كويس، كنت كل اللي محتاجه بعد كده انك المؤتمر الاقتصادي اللي حصل بتاع شرم الشيخ في 2013 كنت تعمله كل سنة. كل سنة كل سنة تعمل ملحق، لان انت المؤتمر ده انت نجحت فيه بنسبة 98%. ال 2% سوقت لنفسك صح، سوقت لنفسك صح، وبعدين حطيت لنفسك بيقال عليها كمصطلح باللغة الانجليزية credibility، يعني اعادة ثقة ان انا بقيت ابصلك كمستثمر. انا كنت ببص لمصر، حياتك كلنا عارفين ده، ان كان مصر مشكلتها ان يجي عندك مستثمر من الخليج او من اسيا او من اي دولة، يخش بياخد قطعة ارض عايز يعمل عليها مشروع ضخم ومشروع استثماري ضخم، بعد كده تلاقي ان في قضية فساد مع وزارة معينة، جابوا الفاسدين حبسوهم وخدوا الارض. طب الراجل اللي دخل بفلوس ودخل بمعدات ودخل بخطة كاملة يقف المشروع لغاية ما الحكم القضائي، ومشروع يقعد بقى بالعشر سنين وعشرين سنة، فما كانش عندك رؤية قضائية أو رؤية قانونية. انت في مصر قلت في المؤتمر الاقتصادي هعمل قانون الاستثمار، وعمل ونفذ بعد فعلا. سنتين ده اللي اخر عندك بعض الحاجات، ما انا قلت حياتك 98%. قلت بقى حاجة تانية في المؤتمر الاقتصادي، قلت انا كدولة داخل بمشروعات قومية 1 2 3 4، كل المشروعات اللي سيادة الرئيس اللي احنا بنتكلم فيها يعني 5 سنوات كده، بنتكلم في قناة السويس ومحور قناة السويس ومشروع جبل الجلالة، جبل الجلالة والضبع مليون والمليون ونص فدان، العاصمة الإدارية والمدن الجديدة السكنية اللي هي الظهير لكل محافظة، العاصمة الإدارية الجديدة، ومحطات نووية ولا محطة الضبعة؟ لا، محطة الضبعة، محطة ده اللي انت كنت اعلنت عنده في التوقيت ده، غير المزارع السمكية طبعا اللي اتعملت، غير الاستصلاح في سيناء، غير الطرق كمان، غير شبكة الطرق والكباري اللي هي البنية التحتية، غير تغيير الحكومة الادارية لحكومة الكترونية. ده 5 سنوات، ما هي دي بنتكلم في 5 سنوات، هي دي يعني نقدر نقول بعيدا بقى، احنا لسه بنتكلم عن هنبدأ ننسق مع الصندوق ونتفاوض مع الصندوق، اللي هي الاجراءات اللي تم اتخاذها مؤخرا هو تحرير سعر الصرف، صح كده فندم؟ مظبوط. وإزالة الدعم، دي بقى الحتة الخاصة بالصندوق. احنا بنتكلم قبل الصندوق، هل الحكومه بالاداره السياسيه في الدوله كانت ماشيه صح؟ كانت ماشيه صح، وكانوا بداوا فعلا اعاده بناء الدوله المصريه. طب ليه انت كدوله بقى رحت لصندوق النقد الدولي؟ طب انت كنت ماشي صح، انت كنت ماشي صح، بس ما كانش عندك كميه الموارد اللي تتيح ليك انك تكمل عمليه التنميه المستدامه. هنا دي النقطه، صندوق النقد الدولي هو صندوق اشرافي اصلاحي، بيشرف على الخطط بتاعتك اللي انت مقدمها او البرنامج اللي انت مقدمه، بحيث ان هو ايه، هو بيشجعك كبلد ان انت تعمل اصلاح اقتصادي، وبيفضل يراقبك ان انت ما تخشش في اي نوع من انواع الازمات الاقتصاديه طول ما انت ماشي على بيفرض عليا حاجه. طبعا بيفرض عليا حاجه. طبعا طبعا، هو ما بيفرضش عليك من فكره ان اعمل كده، لا، هو النظام نظام تعاقدي. يعني انا النهارده انت كمصر جاي تاخد مني قرض، القرض اللي انت هتاخده مني انا كصندوق نقد بديهولك وفقا لبرنامج اصلاح، انت بتتفق معايا برنامج الاصلاح ده، انا هعمل برنامج الاصلاح ده لمده مثلا 4 سنوات او 10 سنوات، هبدا باجراءاته بان انا هعمل 1 2 3 4، ده بيبقى بلاك اند وايت، يعني بيبقى مكتوب في عقود دوليه وعقود رسميه، فالدوله دي بتبقى حاطه خطتها ومقدماها مع طلب التقديم على الدعم المالي اللي موجود والاشرافي طبعا، لان انت برضو صندوق النقد هم الناس بتبص له سياسيا، كل دوله بيتواجد فيها بيسبب فيها بعض انواع الخراب، وبتبقى الدوله ده فكره رجل الشارع العادي، ده فكره رجل الشارع العادي. شوف انا هقول لحياتك حاجه، احنا بنبص كده ليه؟ لان احنا نفتقر في مصر برضو للمعلومه، ان المسؤول الحكومي عندك ما عندوش حاجه اسمها ان هو يتعامل كل يوم خميس
وده بيتعمل في دول كتير جدا، ان هو يطلع في التلفزيون او يطلع في الاذاعه. ده امر مهم، لازم جداً. ما تسيبش الناس تاخد معلوماتها من منصات موجهه. ده صح، ده اللي حصل في مصر يا احمد بيه، ان النهارده بقى عندك ان انت ما تيجي تتابع. انا عن نفسي انا لا اتابع وسائل التواصل الاجتماعي في مصر، اتابعها بره مصر. ليه؟ لان كل حاجه بره مصر بتبقى موثقه من جهه، لكن انت في مصر الموضوع بقى عندك ما احنا كلنا تحولنا لسياسيين واقتصاديين ما شاء الله وخبراء يعني للاسف. انت تابعت اكيد بيان الحكومه السابق، لفت نظرك كما لفت نظر كثير من الناس يعني ولاول مره، وضع استراتيجيه لبناء الانسان المصري، تتويج للاصلاح الاقتصادي. كيف يمكن ان احنا نحول الاستراتيجيه دي لخطه شعبيه مصريه شامله؟ شوف انا هقول لحياتك حاجه، اول مره يحصل في تاريخ مصر. شوف انا هقول لحياتك حاجه بسيطه، انت عندك النهارده الانسان المصري هو انسان يقاسي من ايام الفراعنه، عشان بس ما حدش يعني يزيف التاريخ. احنا في الدولة المصرية دائما المصريين يعني بيفتقروا للتواصل بينهم وبين ادارتهم، وبيفتقروا لعدم تحقيق احلامهم كمواطنين. كانت مصر لا تنظر لاحد داخليا او خارجيا، لغاية الثورة اللي حصلت في اخر 3 عقود، حصلت لغاية 2014 تحديدا. النهاردة الادارة اللي موجودة هي ادارة محترمة جدا وادارة وطنية محترمة، كلنا بنشوف الكلام ده، مش كلام بيقال في وسائل اعلامية، لا ده افعال الادارة اللي متمثلة طبعا في رئيس الجمهورية والحكومة المصرية والبرلمان، ان ناس بتحارب وبتسابق الصوت والضوء عشان توصل لتحقيق تنمية مستدامة في اقل فترة زمنية، وهي دي طبعا صعبة. المفروض انت اصلا ملف الارهاب وملف الامن ده بالنسبة لك تقعد 10 سنين تظبطه، ده شغال عليه وشغال على التنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة واعادة الاصلاح المالي اللي هو يعتبر شق من الاصلاح الاقتصادي، واعادة مصر للتصنيف العالمي، ده زائد السياسة الخارجية، زائد اخر حاجة في بيان الحكومة اعادة بناء الانسان المصري، استراتيجية لبناء الانسان المصري، هنا الهوية المصرية. يعني استراتيجية اعادة الانسان المصري ان انت تشوفه تعليميا، صحيا رقم 2، معيشيا رقم 3، ورقم 4 فكريا. مصر كانت بتصدر يعني في الستينات وفي الخمسينات وفي السبعينات، كانت بتصدر علماء، كانت بتصدر مثقفين، هم دول كانوا منارات المعرفة في أوروبا وفي آسيا وفي دول مجلس التعاون الخليجي. ده حقيقي. طب احنا اتكلمنا عن المشروعات العملاقة، خلينا نقول يعني ايه مشروع قومي؟ يعني ايه؟ يعني مشروع تنموي تتخذه الدولة بإدارتها بحكومتها في طرحه للمجتمع، والمجتمع كله يكون مشارك فيه. ده المشروع القومي. جميل. علاقته بمفهوم الأمن القومي بقى المصري؟ علاقته بمفهوم الأمن القومي ان هو اول حاجة ان هو بيقضي على البطالة، لان انت بتخلق فرص عمل. في مشروعات مهمة جدا في موضوع الطاقة والغاز، موضوع حقل ظهر والحقول اللي تم اكتشافها دي، هتاخد مصر من بوصلة، من وضع استيرادي مستهلك بشكل يستهلك اكبر ميزانية في تاريخ مصر، الى ان انت هتبقى النهاردة مكتفي ذاتيا ثم مصدر. دي في حد ذاتها احنا كمصريين هنبدأ نحس بيها، ما احنا مش هنقدر نحس بحاجة الا بعد 5 سنوات. انت برنامج 10 سنين، بدأته في 2014، لازم تخلصه في 2024. لما توصل 2024 تبدأ تجني ثمار الاصلاح في اعتدال المستوى المعيشي للمواطن المصري. انت بتتكلم النهارده في حاجه كمواطن مصري، مشكلتك فين؟ انت بتقول انا عندي مشروعات ومشروعات ومشروعات، وبيحصل فعلا اصلاح اقتصادي، وانا شايف البلد بتتغير، واحنا امنين، كل ده حاجات انت بتشوفها، لكن احنا كطبيعه بشريه لازم ننتقد. احنا بنبص لايه؟ احنا بنبص لاهم حاجه، هي موضوع الاكل والشرب باللغه العاديه، ان انا الماكل والملبس والمشرب هو ده اللي يهمه. ليه؟ لان هو شايف النهارده ده واحد رب اسره عنده اولاد بتاكل وبتشرب وبتلبس وبتتعلم وبتتعب وبيتجوزهم يعني حياه ماشيه. فكانت الاسعار الاول يعني هنقول ان هي كانت قبل ذلك كانت ممكن حضرتك نتكلم ان هي 30% 70% اقل، لان الاسعار دلوقتي دخلت في نطاق غير مسبوق يعني، ومستوى الدخل ثابت، فبيبقى المواطن عنده مشكله. هي دي مشكله المواطن المصري الوحيده، غير كده لا. انت كاداره وكدوله اتجهت اتجاهات قويه جدا نحييهم عليها. يعني هي قرارات سريعه وحاسمه، ومعليش كلنا هنتعب مع بعض. بس جميل.
أهم النماذج الاقتصادية الناجحة اللي لفتت نظر السفير محمد حمزة الحسيني وممكن تتشابه إلى حد كبير مع النموذج المصري في الإصلاح المتبع حاليا؟ هي طبعا لا نقاش ولا جدال عليها، هي ماليزيا. ماليزيا طبعا هي تعتبر أقرب نموذج، مش البرازيل، ماليزيا تعتبر هي أقرب نموذج. لو احنا مشينا على نفس ماليزيا التجهت للصندوق؟ لا ما التجهتش للصندوق، كان في ماليزيا وأندونيسيا. هي اختارت الطريق الأسهل. الأسهل. احنا اخترنا الطريق الأصعب. ما هو صندوق النقد ده بيخش، هو بيعمل حاجة اسمها سياسة إصلاحية بدون رؤية. هو له ستيتمنت، له كده منظومة، واحد تحرير سعر صرف انه يتماشى مع القيمة السوقية للعملة بتاعتك، اتنين ان انت بتشيل الدعم وبتواجه الاسعار العالمية بالاسعار المحلية. بس انا اللي بحط ده بجدول زمني؟ لا، هو محدش بيفرض عليك حاجة، مجرد ان هو بيشرف لان في عقد. واذا كان في استشارات طبعا. او الاستفادة من خبرات دول اخرى استخدمت الصندوق، فانا بستفيد من الخبرة دي. وهنا انا هقول لحضرتك حاجة، الشارع المصري كله بقولك احنا كنا في غنى عن الصندوق، والصندوق ده بيعمل خراب في الدول وغيره وغيره. انت اللي تقدر تخلي قرض صندوق النقد الدولي يبقى برنامج اصلاحي قوي يفيدك كدولة، وانت اللي تقدر تخليه بالنسبة لك آفة ودين عليك. صح كده. ولو انت سألتني احنا في مصر، لا احنا في مصر ماشيين كويس جدا اصلاحيا، احنا ماشيين صح. وانت هنا لغايه الوقت ده، لغايه اللحظه اللي احنا فيها دي، وده انت بتاخد فيه ايه؟ بتاخد فيه الكريدت او التوثيق الدولي، المؤسسات ووكالات التصنيف الدولي لو لم تنظر لي كدوله ماشيه في برنامج اصلاحي صحيح سريع. هو السريع دي هي دي اللي عامله مشكله في الشارع المصري. اذا كنا بنتحدث عن الاقتصاد والاستثمار، طبعا ما يفوتناش ان احنا نتكلم عن الاستثمار الفكري. طبعا الاستثمار في قوانا الناعمه، الاعلام، السياحه، الثقافة، انتاجنا الفني والادبي اللي كنا بنتميز بيه. عايزين نروج برضو زي ما بنروج لنفسنا اقتصاديا كده، نروج لمصر سياحيا وثقافيا قبل ما نعيد دورنا في المنطقة، تأثيرنا في المنطقة. انا يمكن اول لما قعدت مع حضرتك قلت لك ان انا بتشرف جدا 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 بوجودي في المكان ده، لان الإذاعة المصرية والتلفزيون المصري هم دول اساس الدولة. انا بوجه رسالة من مكاني ده، وارجو ان الرسالة توصل للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، السيد رئيس الحكومة، باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لإعادة إحياء مسبيرو واتحاد الإذاعة والتلفزيون لرونقه اللي كان موجود في 80ات و70ات و90ات القرن. لازم المنبر الإعلامي الحكومي يرجع زي ما كان. احنا كان اليوم عندنا من يوم السبت اليوم الخميس كان كل فقرات التلفزيون المصري فقرات إبداعية وتنموية. دي اتغيرت الوقت للقنوات التجارية، إعلام تنموي هادف له رسالة، فيها موارد موجهة له، وفي دعم موجه له، كوادر محترمة جدا وأسماء بيهتز ليها منابر إعلامية في بقية لكن الدول. لكن أنا عايز برضه أقول إن مفيش مانع من الاستثمار في هذا المجال. يعني إحنا عندنا برضه طلعت حرب باشا طبعا استثمر في مجال الفن طبعا والأدب طبعا والثقافة. طبعا طبعا هنا أنا شايف إن في برنامج الإصلاح الاقتصادي اللي إحنا بنتكلم عليه في كل واحد له تركة، الشعب المصري، البنك المركزي، الحكومة المصرية، مجتمع قطاع الأعمال. أولا الشعب المصري شال التركة بتاعته، والبنك المركزي شال التركة بتاعته، والحكومة المصرية بدأت تشيل التركة بتاعتها. احنا مستنين مجتمع قطاع الأعمال وهم المستثمرين المصريين الشرفاء الوطنيين يتواجدوا ويتحملوا مسؤولية ما يخرجوش بره مصر، ويبقى موجودين بمصر بدعم الدولة المصرية ومواطنيها بمشروعات قومية محترمة. اطلع بفصل ونكمل تاني. اتفضل. ما احنا بنتكلم عن القوى الناعمة، اكيد نحب نسمع حاجة. يا ريت. تسمع ايه؟ هواياتك ايه الاول؟ انا هواياتي طبعا القرايه في مجال ايه؟ سياسه والاقتصاد؟ في السياسه والاقتصاد والادب. طبعا. وانا والشعر طبعا. والله. انا بكتب شعر كويس جدا. والله. طبعا. وهوايتي طبعا كره القدم والسباحه. يعني لو قلت لك كل فقره شعريه كده انا ممكن ارتجل لك بيت شعر كده جميل، بس يعني خلينا في الاقتصاد. طب ما تقول كده. يعني هو انا يعني مش هقول لك بيت شعر، بس انا هتكلم عن حواء. ان هي قصه بسيطه انا كتبتها كده من 3 سطور او 4 سطور عشان الوقت. كان في رجل يبحث عن شريكه روح، فجاء هذا الرجل لشيخ الزمان وهو شيخ الاحبه، وقال له: يا شيخنا، اني ابحث عن شريكه عمري ونيسان حياتي، وها انا اترك كافه ابواب الكون
لأن أجدها، لا أجد راحة في روحي لا أجدها في عيون كافة خلق الله. فقال له: يا بني لا تسل ولا تبحث كثيرا ولا تأتي في طرقات مظلمة، إذا أردت مشكاة النور فسل قلبك الذي هو مفتاح روحك من هي حواء. يا سلام. يعني المهم تلاقي حواء. طبعا. بتسمع اغاني طبعا؟ بحب الموسيقى. موسيقى، بس احب يعني كتير اسمع اغاني اللي هي بتاعت الثوره الاخيره بتاعت يا بلادي يا بلادي انا بحبك يا بلادي، الاغنيه دي. ما طلعوا شويه اغاني كده في ثوره 25 يناير و30 يونيو، حركت مشاعر، حركت مشاعر حلوه قوي وجميله. الاغنيه دي حياتك لما تسمعها هي بتلمس كل اللي حصل ده حقيقي. بتسمع الاغاني القديمه؟ طبعا محب لها. طبعا طبعا. انا ليه غابت الرومانسيه عنا؟ لان انت ملاحظ دي. احنا الوقت بقت الماده هي المتحكمه فينا. بص عايزك، دي حاجه مهمه قوي، حته الرومانسيه وحته ان احنا حتى كرجاله مصريين والسيدات المصريات طبعا احنا كنا بنقدم لهم تحيه، طبعا بقت بينا وبين بعض التواصل بقى قليل حتى واحنا متجوزين. ما عدناش ان احنا بنتواصل مع بعض زي الراجل والست ايام زمان. غير التكنولوجيا، احنا بقت الماده متداخلة في حياتنا كلها، طاغية على حياتنا على كلها. حياتنا احنا ايام زمان كان تلاقي البلكونات موجودة تسمع عبد الوهاب وانا بسمع عبد الوهاب وام كلثوم وبسمع كل الزمن الجميل، ما بسمعش حاجة من الزمن الجديد ده خالص. هو اكيد بتشاهد افلام قديمة ابيض واسود، ده اكيد عشق. عندي انا اعشق 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 الزمن الجميل في مصر. وامل امل وبدعي ربنا في كل صلاة ان مصر ترجع بالشكل الجميل باذن الله ترجع. هنسمع حاجة دلوقتي تحب نسمع ايه؟ اغنية يا بلادي. يا بلادي يا بلادي انا بحبك يا بلادي. طب نسمعها مع بعض ونرجع تاني. السيدات والسادة مع هذا الفاصل الغنائي، ونعود مرة اخرى لمواصلة الحديث مع سعادة السفير محمد حمزة الحسيني. فاصل ونواصل. يا بلادي يا بلادي انا بحبك، يا بلادي يا بلادي يا بلادي انا بحبك يا بلادي. يا بلادي يا بلادي انا بحبك، يا بلادي يا بلادي يا بلادي انا بحبك يا بلادي. قولوا لامي ما تزعليش وحياتي عندك ما تعيطيش، قولوا لأمي ما تزعليش وحياتي عندك ما تعيطيش، قولوا لها معلش يا أمي أموت أموت وبلدنا تعيش، أمانة بصولي ديها وتسلمولي على بلادي. في جسمي نار ورصاص وحديد، عالمك في ايدي واسمي شهيد. في جسمي نار ورصاص وحديد، عالمك في ايدي واسمي شهيد. بودع الدنيا وشايفك يا مصر حلوة ولبسة جديد، لاخر نفس فيا بنادي بموت وانا بحب بلادي. يا بلادي يا بلادي انا بحبك، يا بلادي يا بلادي يا بلادي انا بحبك يا بلادي. طير ملايكة حواليا طير، لحظة فراقك يا حبيبتي غير. طير ملايكة حواليا طير، لحظة فراقك يا حبيبتي غير. همشي معاهم وهسيبك واشوف يا مصر وشك بخير. قالوا لي يالله على الجنة، قلت لهم الجنة بلادي. يا بلادي يا بلادي انا بحبك، يا بلادي يا بلادي يا
عودا لكم السيدة والسادة من جديد لمواصلة الحديث مع السفير الدكتور محمد حمزة الحسيني. مرحب بك سعادة السفير مرة أخرى من جديد. احنا كنا بنتكلم عن الإدارة. تمام. وبنتكلم عن تسويق استثماراتنا ازاي. مظبوط. الإدارة دي بقى مشكلة كبيرة قوي. طبعا. في مصر. طبعا. هل لدينا إدارة تستطيع إدارة الثروات المصرية واستغلالها صح؟ هو السؤال ده أنا بتك على حاجات جامدة. سؤال سؤال صعب شوية. هو مش صعب في إجابته بس هو صعب في محتواه لسبب. أنت حياتك عايز الحكومة المصرية يبقى عندها الفكر الإداري اللي نعمل بيه التنمية المستدامة, إن كل مواطن مصري في كل مكان يبقى فعلا حاسس إن هو في بلده, حاسس إن بلده بلد بتقدره, يبقى لازم الحكومة المصرية لا تهاب الشعر الأسود. بمعنى إن لازم تشارك شباب مصر, شباب مصر اللي عندهم العلم والمعرفة والخبرة واللي عندهم استعانة بخبرات دولية, تدخلهم حكومتك. مش لازم يبقوا وزراء, مش لازم يبقوا مسؤولين, ممكن تدخلهم مشرفين على لجان التطوير. ولازم انك تحط الوزير المتخصص في المكان المتخصص. وهستشهد بكندا. كندا الوزارات اللي فيها تلاقي وزير الزراعة اكبر مزارع في كندا, ففاهم الزراعة صح, مش استاذ دكتور في كلية زراعة. العمل الاكاديمي غير العمل الميداني. العمل الاكاديمي ملوش اي علاقة بالعمل الميداني. المواطن المصري لما هيخش لي في الجهة الحكومية اللي انا موجود فيها, مش هيجي يقول لي اصل حضرتك الدستور كان بيقول كذا وكذا وكذا وانا اللي بينفذ معايا كذا وكذا وكذا. لا, المواطن هيجي يقول لي انا عندي مشكلة في الموضوع الفلاني ومحتاج حل. ده انا معك فيه. فلازم تحط التخصصية وليست التعددية. يعني حط المتخصصين في مجالاتهم. وزير الصناعة أحسن واحد مصنع في مصر. مش بقولك أكبر رجل أعمال, ولكن أحسن واحد مصنع عنده فكر صناعي لإعادة اتزان الصناعة المصرية. ده بيحصل في كندا. وزير الزراعة مزارع, وزير الصناعة مصنع, وزير الخارجية عندهم. وهستشهد أنا بوزير خارجية في أوروبا سنه 28 سنة. ده في دولة على ما أتظن في الدنمارك. أعاد اتزان وانفتاح السياسة الخارجية للدولة دي في الاتحاد الأوروبي في 6 شهور اللي ما حصلش في 60 سنة. انت لما بتشارك بعض الشباب ده محتاج حد عنده طاقة, حد ياخد الطاقة دي توجه في برنامج الإصلاح تحت قبة سياسة الهوية الوطنية, دخولا بحل المشكلات المفصلية وفقا للموارد المتاحة. يعني أول حاجة, أي حد هيدخل أي وزارة لازم يطبق معايير الجودة الشاملة. معايير الجودة الشاملة دي اللي بتطبق في كل الجهات الحكومية في كل دول العالم. احنا يعني ايه معايير الجودة الشاملة؟ يعني انا لازم كل ادارة, انا الوزارة احتياجي من الموظفين اللي موجودين فيها بالعدد ده. كل موظف هيبقى له عندي ريبورت, ويكلي ريبورت اسبوعي, تقرير اسبوعي وتقرير شهري. التقرير ده هيبقى معاه نقاط ضوئيه الاصلاح الاداري. هو ده اللي انت الاصلاح الإداري. تدير بقى ده ازاي؟ هيبقى عندك الاليه, انت ما عندكش الادوات. كل اللي انت ماشي بيه نظام بيروقراطي ونظام ورقي. انت بتغير دلوقتي لنظام الكتروني. دي خطوه موفقه جدا للحكومه المصريه, وانا كنت من المطالبين بده من سنة 2013. الحكومة الالكترونية اللي حضرتك تطلع شهادة الميلاد عن طريق التليفون, تطلع بطاقتك عن طريق التليفون, تدفع مخالفات عربيتك عن طريق التليفون, تدفع كهرباء زي ما هو موجود في الامارات, زي ما موجود في الامارات وفي دول مجلس التعاون. حضرتك شايف مدى استيعاب المجتمع المصري لهذه التحركات الاصلاحية لحدوث انطلاق الاقتصاد المصري زي؟ اكيد بتتعامل طبعا مع شباب اصدقائك. استيعاب المجتمع المصري بكافة فئاته, سواء الفئات العمرية اللي بتبدأ من سن اللي هم المؤثرين طبعا من سن 18 سنة لغاية سن 70 سنة لا تتعدى 15%. 85% من المجتمع المصري لا يعلم شيء ولا ينظر لإصلاحات الاقتصادية والبرنامج القوي اللي بتتخذه الحكومة المصرية والإنجازات الحقيقية بالشكل المفروض ان هو يبقى شايف. وما اقدرش ألوم المواطنين المصريين, انا الوم فيها الحكومة. انا بدأت حلقتي مع حضرتك, انا قلت لك ايه؟ قلت لك لازم يبقى في متحدث اسبوعي عن الحكومة المصرية وخطة الحكومة ويتكلم حضرتك, ما يتكلمش باللغة العربية الفصحى, يتكلم باللغة بتاعتنا العامية ويوصل دلوقتي معلومة للناس, ان لو حد عنده استفسارات او شكاوي او مقترحات يجي لنا في المكان الفلاني. ده جميل. احنا موجودين, ده امر مهم, وعندنا ايميلاتنا وعندنا ارقام اللي هي الخطوط الساخنة. انا هسأل حياتك حاجة يا احمد بيه, هو الحكومة المصرية دي امينة على مين؟ على المواطن. والمواطن ده اللي هو عايش فين؟ في مصر, في ارض مصر.
من حقه يعرف يعني كل حاجة. الدستور بينص انه يعرف كل حاجة. صح. طب انت ليه ما بتطلعش كل يوم خميس؟ شبكات التواصل الاجتماعي دي مبهدلة الدنيا يعني. كده هم ضعفة هنا. الحكومة المصرية ما عندهاش تقنية المعلومات ولا عندها التكنولوجيا الرقمية. ما هم اللي بيدوا فرصة. هي دي ما هي دي المشكلة. هي دي نقطة التواصل. عارف حياتك انا ما ينفعش يطلع الرئيس هو اللي كل مرة اللي بيتكلم. صدق حقيقي. صح. لا انا عايز متحدثين يدوا تقارير اسبوعيه ليا انا كمواطن مصري اعرف انت يا سيد يا وزير التجاره، سيده وزير الاستثمار، السيد المحترم مثلا وزير الداخليه، السيد المحترم وزير السياحه، كل الوزراء يطلعوا ايه يا جماعه اللي حصل عندي عشان ابقى عارف. يوم ما اجي النهارده حضرتك وهكلمي باللغه اللي احنا بنتكلم بيها فهفهم ومصطلحات مبسطه. فلما يجي حد يتكلم معايا يقول لي لا انا ما باخدش تقارير الا من الحكومه لان الحكومه ما بتكذبش وبتتكلم معاك وفقا للوقائع اللي هي فيه. انا بقى كمواطن على السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي هنقل اخبار الحكومه بتاعتي للجروبز والمنتديات اللي انا موجودين فيها. اللي ما سمعش يسمع وهم يشاركوا ويشاركوا ويشاركوا. هتبدا تعمل التوعيه المجتمعيه في المسؤوليه الاجتماعيه. وده اللي احنا بنتكلم فيه بخطه شعبيه مصريه شامله. ما هدي من ضمنها من ضمنها مش كده. في النهايه انا سعيد بلقائي معاك سعاده السفير محمد حمزه الحسيني. في نهايه لقائنا لا يسعنا الا ان نتوجه بخالص الشكر والتقدير لسعادة السفير محمد حمزة الحسيني رئيس اللجنة الاقتصادية بالجمعية المصرية للأمم المتحدة. شكرا يا فندم. أنا بشكر شكرا. حضرتك على إتاحة الفرصة لي أن أتواصل طبعا مع السادة المستمعين ومع مواطنين مصر اللي هم إخواتنا وأصدقائنا ومع حضرتك. وبجدد اعتذاري المرة الثانية على تأخيري. لقد أنت شرفتني يعني. وأتمنى يكون لنا لقاءات قادمة وأنا معاك على الركب إن شاء الله. نسعد بيك. أنت حضرتك مثال وخير شباب مصر. ربنا يخليك. شكرا. ميرسي. شكرا. كنتم مع جناب السفير. إعداد وتقديم أحمد الشاذلي.